المناقشة عن نقطة التحكيم وعنصر التحكيم في الدوري المصري اللي دايما في شكوى مستمرة من الأندية. كابتن كنا بنتكلم على فكرة الانتماء للحكم، ودي فتحت لنا حاجة مهمة جدا. السنة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت دايما يقول لك إيه، ابعدوا الحكام اللي ليهم انتماءات عن مباريات تكون مهمة بالنسبة للأندية كبيرة أو اللي بيبقوا منافسين على الدوري الممتاز. دي بتبقى مشكلة بتبقى موجودة، حلها ازاي او بتشوفوها ازاي كحكام او مسؤولين في نقطه التحكيم كده؟ لا خلينا نتفق على ان ما فيش حكام عندنا عليها انتماءات. ده الجواب الصحيح، ما فيش حكم عنده انتماءات. انتماء الحكم لنفسه. النهارده يا كابتن محمد في فرقتين بيلعبوا في الملعب وطاقم التحكيم كمان فريق ثالث، كل واحد عايز يكسب، كل واحد عايز ينجح. فما عندناش حكام ليها انتماءات. عندنا يعني ما فيش حكم مثلا اهلاوي زملكاوي؟ لا خلينا نقول حاجه، مثلا محمود عاشور كان لعيب كوره في نادي الزمالك ولعيب كوره في نادي الاهلي في نفس الوقت. يعني كان لعب شويه هنا فتره نادي الزمالك ولعب فتره في نادي الاهلي. طب هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ ما فيش. لكن في النهايه انا زي ما قلت لحضرتك ما عندناش حكم عنده انتماءات. لكن خلينا نتفق على شيء مهم جدا. احنا بنتولد بتلاقي والدك في البيت او اسرتك في البيت او غيره الاهلاويه او الزملكاويه، فانت اوريدي بتمشي معاهم في نفس الموضوع. لكن لما بتكبر وبتتحمل المسؤوليه وبتلاقي نفسك في المكان اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، خلاص انت بتنسى موضوع الانتماء ده تماما. لان انا انتمائي هنا بيبقى لنفسي مش لحد تاني. انا عايز انجح زي ما الناس دي عايزه تنجح، عايز اكسب زي ما الناس دي عايزه تكسب. ومش ممكن ان الحكم هيحب الانتماء لاي فريق اكتر من نفسه. ده منطق يعني. طب هكلمك على لقطه مثلا. اتفضل. الناس افتكرتها ان هو انتماء. كابتن محمود معروف في مباراه محمد معروف انا اسف، صحيح، في مباراه امام تقريبا البنك الاهلي، اخر مباراه الانتاج الحربي، وان هو في هدف اشرف بن شرقي طالع بيحط الهدف، كابتن محمد معروف يعني اكنه هو اللي عايز يجيب الهدف، بص نط كده برضه بنفسه. لو جينا رجعنا ده يعتبر يعني تحس ان هو برضه انتماء. لا احنا لو رجعنا المباريات دي، لو رجعنا لمباريات محمد خلال المواسم السابقه كلها، تلاقي محمد البادي لانجويتش عنده فيه حاجات من هذا القبيل. يعني دي مش اول مره. يمكن يعني ربما لاعب بيشوط هيرشوت يعني لا مش هيشوط ولا حاجه بس انا بقول لك البادي لانجويتش بتاعه مختلف تماما، مختلف شويه عن ربما نتكلم مع محمد فيها، او هو هي خلاص بقت لازمه عنده. يعني محمد يخش بين اللعيبه يعمل ايفنت، يعمل معرفش ايه، يعمل محمد حكم محترم، حكم جميل. ما كانش يقصد تماما، هو كان عايز يخلق نفسه زاويه رؤيه في اللعبه دي تحديدا، فخلقها بشكل فسره المنتمين للنادي او للفريق صاحب اللي ضد الموضوع فسروه بشكل خاطئ طبعا. لكن زاويه الرؤيه كانت باينه وواضحه يعني كلنا يعني انا بكلمك. طب انت عايز توصلني لايه؟ اقول لا إيه؟ انا بكلمك. انت بتقول لي بادي لانجويج، ممكن اقول لك لازمه. ايوه انا قلت على فكره، قلت بادي لانجويج، قلت لازم. ما وداش بقى نقطه ان هو لا، قلت تفسير محمد، تفسير محمد ان الكوره هو تركيز شديد شويه. ايه تركيز شديد منه؟ لا محمد انت خليك ركز في القلم والورق اللي انت جايبه. مش عارف ان القلم والورق دول الحقيقه بسجل لك. يعني سجل لي يا محمد، انا بسجل لمصر كلها. تمام اتفضل يا كابتن. فاللي انا عايز اقوله، لا محمد من الحكام المحترمين، ما اقصدش تماما اي نوع من انواع الانتماء، بالعكس هو عنده لازمه ربما تكون فسرت بشكل خاطئ. لكن انا بتفق ان محمد لازم يتخلص من الحته دي بشكل او باخر، يتمرن عليها كويس، بحيث ان طبعا في المباريات المقبله ما حدش يفسر الكلام ده بشكل تاني يعني.